الشريف في برنامج وش رايكم على قناة الهضاب تي في. موضوعنا لنهار اليوم هو طرق التداوي. كما كامل على بالنا، طرق التداوي هي تداوي بالأعشاب الطبية مثلا شيح نعناع، ولا بالأدوية الكيميائية مثلا سيرو كومبريمي. كان لفضل الأعشاب الطبية لأنه جدودنا ربونا عليها، هذه أولا. ثانيا لأنه سعرها يكون رخيص على عكس الدواء اللي يكون غالي وتكون في متناول الجميع. ثالثا، الأعشاب الطبية ما فيهاش المواد الكيميائية اللي كاينة في الدواء واللي تقدر تأثر على صحة الإنسان سلبا، مثلا هشاشة العظام. وكاين ناس واحد أخرين يفضلوا الدواء الكيميائي لأنه قادم من مصادر مضمونة اللي هي المصانع الأوروبية المعترف بها عالميا. ثانيا، لأنه الدواء سريع الفعالية، ويقول لك أنا ما نفضلش الأعشاب الطبية لأنه يقدر يكون عندها مفعول عكسي وتقدر تكون سامة. انتي وش رايكم حول هذا الموضوع؟ شاركونا بأراءكم في الكومنتار. اسكو تفضلوا الأعشاب الطبية ولا الدواء الكيميائي؟ وبلا ما نوصيكم تهلاو في صحتكم، لأن الصحة هي الصح.